أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، هو امتحان جهوي موحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي دورة 2012 من طبيعة الحال لجهة آنذاك هناك كانت الشاوية ورديخ. إذن التمرين الأول، املأ الفراغ أو الفراغات بالكلمات المناسبة. إذا الوليدات دائما يجب أن نركز جيدا في هذه الكلمات، إذا دائما في التمرين الأول. إذا أولا، كلما ابتعدنا عن سطح الأرض كلما إذا شدة الوزن، بينما الكتلة ويرتبط كل شدة ويرتبط كل من شدة الوزن والكتلة بالعلاقة. إذا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض كلما إذا شدة الوزن إلا كتنقص، كلما تناقصت شدة الوزن بينما الكتلة لا تتغير. إذا الوليدات الكتلة لا تتغير حسب الارتفاع عن سطح الأرض، أوكي؟ إذا الشدة كتناقص أما الكتلة فهي لا تتغير، ويرتبط كل من شدة الوزن و الكتلة بالعلاقة. إذا الوليدات هاي العلاقة P تساوي M مضروبة في G، دونك M إيكال أو P إيكال M في G. إذن أمور واضحة. إذن شدة الوزن فهي كتعلق بالارتفاع من طبيعة الحال وبالمكان على سطح الأرض، أما الكتلة فهي لا تتغير لا بالارتفاع ولا بالمكان عن سطح الأرض أو المكان على سطح الأرض والارتفاع عنه. إذن هنا غيتكلم لي على تتعلق حالة ب، إذن إحنا الوليدات الجملة اللي كنحفظو دائما تتعلق حالة سكون أو حركة أو الحركة، نتكلموا بصفة عامة حالة السكون أو حالة سكون جسم أو حركته بالجسم المرجعي. إذن هنا هذه الجملة هكذا، بالجسم المرجعي. إذن تتعلق حالة سكون جسم أو حركته بالجسم المرجعي. إذن الحركة نوعان. إذا الوليدات ملي كنتكلموا على الحركة نوعان، سنتكلم عن طبيعة الحال هنا غنتكلموا على حركة إزاحة وحركة دوران. إذا عندنا جوج أنواع الحركة، إذا نفرقوا الوليدات بين نوع الحركة وبين طبيعة الحركة. إذا طبيعة الحركة راه كتعلق بالسرعة، سرعة الجسم. نمشيو ثانيا، ضع علامة إكس أمام الإثباتات الصحيحة. إذا شدة وزن الجسم مقدار فيزيائي يبقى ثابت بتغير المكان، يتغير من مكان إلى آخر. نحن تكلمنا عليه أن شدة الوزن فهي تتغير من مكان إلى آخر. إذا هذا هو الجواب صحيح. يقيس الديناموميتر، إذا الديناموميتر شدة القوة، شدة التيار الكهربائي الخطأ. إذا نتكلم على شدة القوة. إذا الوليدات معلومات، تخضع كرة معلقة بواسطة خيط إلى تأثير واحد، إلى أكثر من تأثير. من طبيعة الحال كرة معلقة إذا بخيط، إذا فهي تخضع إلى تأثير طبيعة الحال الخيط وتأثير وزنها، يعني وزن يعني القوة المطبقة من طرف الأرض، إذن إلى أكثر من تأثير. ثالثا، صل بسهم. إذا نمشيو صل بسهم كل مقدار فيزيائي بوحدته وكل وحدة برمزها. إذا لدينا القدرة الكهربائية. إذا القدرة الكهربائية الوليدات راهي بي، إذا ممكن نكتب لكم الرموز هي بي هكذا، دونك سي لا بويسونس، وحدتها هي الفو، إذا وحدتها هي الوات
الوات من طبيعة الحال هي دبليو في. التوتر، التوتر دائما هو بالفولت، وفولت عندنا هو في رمزها. المقاومة، دونك المقاومة دائما بالأوم، عندنا أوم هي هادو ميجا رمز الأوم. ثم الطاقة، إن شاء الله ما عندناش هذا العام، إذا فهي في الجول، والجول هي هاد بي جي. إذا ندوزو رابعا، إذا نعتبر إر مقاومة موصل أومي، موصل أومي، و إي التوتر بين مربطيه، و إي شدة التيار الكهربائي المار فيه. ضع علامة أو ضع دائرة على العلاقات الصحيحة. إذا كنقطة هنا، إذا أول شيء إي تساوي إر على إي، إذا وليدات أول شيء نمشيو باش تفهموا هنايا، لدينا هذه العلاقة U تساوي R فوا I، إذا U ما نسميه بقانون أوم، إذا هذا قانون أوم، إذا أريد U تساوي R فوا I، دونك هذه فهي خاطئة. R تساوي U على I، برافو، دونك سا سي فغي، هذه فغي. I تساوي R لا، دونك العكس كتساوي U على R، إذا فهذه خاطئة. إذا حنا ضع علامة، إذا عندنا هذا هو العلامات. اوكي، إذن الوليدات نمشيو للسؤال الخامس. نعتبر منحنيات تغيرات السرعة بدلالة الزمن، إذا مهم جدا هذا التمرين أو هذا جزء من التمرين. الممثلة أسفله، ضع العبارات التالية في المكان المناسب معللا جوابك. إذن هنا حركة منتظمة، حركة متسارعة، حركة متباطئة. إذا نشوفوا أول شيء هنا، هذا المبيان، هنا نلاحظ أن السرعة مع الوقت، إذا فهنا نلاحظ أن السرعة تتناسب اضطرادا مع الزمن. تلاحظوا معايا تتناسب، إذا فهي تتزايد، كل ما تزايدت لي الوقت إذا تتزايد السرعة. إذا مع مرور الوقت نلاحظ أن السرعة تتزايد، إذا نقول أن الحركة فهي حركة منتظمة، برضو حركة متسارعة. إذا هنا حركة متسارعة، لماذا؟ لأن السرعة تتزايد، أن السرعة تتزايد مع مرور الزمن، مع مرور الزمن. لاحظوا معايا هنا السرعة فهي ثابتة، هنا في هذه الحالة السرعة ثابتة، إذا أقول أن الحركة فهي حركة منتظمة، إذا حركة منتظمة، لماذا؟ لأن السرعة ثابتة، ثابتة لا تتغير مع مرور الوقت. هنا تبقى، لاحظوا معايا السرعة، إن كل ما انتقلنا في إن كل ما زدنا الوقت، إذا كنلاحظوا أن السرعة تتناقص، إذا أقول أن الحركة حركة متباطئة، متباطئة لأن السرعة تتناقص، لأن السرعة تتناقص. إذا أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.